امتياز زعيم المدير الفني لسوهاج، فوز رائع النهارده وعوده للمباراه مره ثانيه واداء تكتيكي مميز في المباراه. الحمد لله كابتن، انا بشكر لعيبتي وبشكر الجهاز الفني اللي معايا وبشكر مجلس الاداره. النهارده كنا بنلعب نادي المنيا، اسم كبير مع جهاز فني محترم، فريق محترم جدا جدا من الفرق المحترمه في البطوله، لكن الحظ مش مديها. لعبنا مباراه على مستوى احرز ضرب الجزاء علينا، الحمد لله احنا كنا هنغير تغييره هجوميه، لكن الحمد لله بسرعان في 5 دقائق جتنا ضرب جزاء ثاني عدنا للمباراه، والهدف الثاني طبعا ركبنا المباراه كويس الحمد لله. بشكر لعيبتي وان شاء الله البطوله لسه في الملعب، وربنا نتمنى التوفيق ان شاء الله للمنيا في المباراه اللي جايه ان شاء الله. ايه ابرز الكلمات اللي قلتها للاعيبتك قبل المباراه النهارده؟ قلت لهم ان احنا النهارده بنلعب اسم كبير زي اسم المنيا، اسم محترم، لازم نتعامل مع اللعيبه اللي معاه، لعيبه محترمه جدا وخبراتها عاليه، لازم نوقف على الكوره ونهدى. الملاعب الترسانه اللي زي دي لازم الكره تكون على الارض، ما ينفعش الكرات الطويله العاليه مش هتساعدنا. بالفعل لما بدانا حطينا الكره على الارض بتاع اشتغلنا وحطينا هدف، حطينا ضربه جزاء، والحمد لله ان شاء الله يكون الخير اللي جاي ان شاء الله.